حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا بكم إلى هذا العدد المتجدد من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. في هذا العدد نتفيأ ظلال دمشق، دمشق التي لن تمحي من الذاكرة، دمشق الحاضرة في وجدان أبنائها، تجبلهم على الشعر، تعلمهم أن للكلمة تاريخا سيظل محفورا في وجدانها، تماما كما يحفر في وجدان أبناء الشعراء وكل من يأتي على نصوصهم العذبة ليدرك أن له تاريخا وجذورا لا يمكن أن تنقطع. مشاهدينا، اسمحوا لي بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن حضراتكم أن أرحب بضيفي هنا في الأستوديو في برنامج بيت القصيد. معنا الشاعر محمد رامز القاري من دمشق في سوريا العتيدة. أهلا بك يا رامز، واسمك مركب فاسمح لي أن أناديك رامزا. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم أستاذ مصطفى، شكرا لكم ولمتابعي قناتكم الكريمة. محمد رامز، ومن الآن اتفقنا أن أناديك رامزا ولا مشكلة في ذلك، أم أن لديك مشكلة؟ دعنا نتحدث في البداية وبكل بساطة، حدثنا عما تحب عن دمشق، كيف تراها، كيف تتخيلها، ما الذي انطبع في وجدانك الآن فتذكرته عنها وتود أن تخبرنا إياه؟ تفضل محمد. حقيقة أستاذ الكريم، دمشق محمد لا مشكلة أستاذ. حقيقة أستاذ الكريم، دمشق هي الحب الأول والحب الأخير. يقول الشاعر: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. نعم. ودمشق هي الحبيبة التي يعني فتحت نظري عليها، ربتني صغيرا، رعتني صغيرا، مشيت في أزقتها ونهلت من معينها ومن حاراتها وأزقتها، فهي كل شيء بالنسبة لنا. ما أكثر ما يميز دمشق يا رامز؟ ما يميزها عن بقية المدن في سوريا؟ لها انطباع خاص، لها أنفاس خاصة، حدثنا عنها بعمق أكثر من انتماء ابنها المجروح المشتاق له. والله دمشق أكبر من أن تحد ببضعة كلمات. نعم. ودمشق هي، والله كتبت قصيدة. نعم. ربما أبدأ بها ممكن. يعني أنت تريد أن تخبرنا عن دمشق وتحدثنا عنها من خلال الشعر؟ شعرا. نعم. إلى الشعر إذن. بارك تفضل. الله فيك. أتصفح التاريخ عن ماضيها، أتصفح التاريخ عن ماضيها، فأرى الحروف تضيء مما فيها. نعم. وأرى الشهامة والكرامة والإباء، وأرى الرجولة فطرة بذويها، أتصفح التاريخ أرنو جنة في حسنها لا أعرف التشبيه، وإذا عددت مفاتنا ومناقبا فوربك المعبود لا أحصيها، من منتهى الحسن الرفيع كمالها سبحانه من مبدع باريها. من منتهى الحسن الرفيع كمالها سبحانه من مبدع باريها، أطفى الإله على صباها فتنة، أطفى الإله على صباها فتنة، سحرت به الدنيا وما تحويها، فالماء شهد والنسيم لطائف والأرض بكر والحلا كاسيها، وصباحها بالياسمين معطر ومساؤها حب حبى أهليها، فهي الجمال مزخرف ألوانه وجميع ما خلق الإله يليها. فهي الجمال مزخرف ألوانه وجميع ما خلق الإله يليها، هذه دمشق، فقف دقيقة عاشق، فدمشق ليست قصة تحكيها. هذه دمشق فقف دقيقة عاشق، فدمشق ليست قصة تحكيها، فتمردت نفسي علي كأنها كانت مقيدة بما يضنيها، حتى إذا النيران أذكت خافقي ورأيت أن العشق من يذكيها، طفحت لواعج مهجة فتفجرت بين الضلوع مشاعر أخفيها. الله الله الله. طفحت لواعج مهجة فتفجرت بين الضلوع مشاعر أخفيها، يا أيها الملك الملازم صحبتي، يا أيها الملك الملازم، يا أيها الملك الملازم صحبتي، سجل من الحسنات ما أرويها. الله. سجل بأني في دمشق موله ولها إذا غمرت الدنيا يكفيها، سجل بأني في دمشق موله
ولها إذا غمرت دنا يكفيها يتبجحون بأن موجا طاغيا يتبجحون بأن موجا طاغيا يبغي دمشق بشره يؤذيها فأقول مبتسما مقالة مؤمن للشام رب قادر يحميها الله. هذه دمشق فلا تخف أحقادهم فدمشق هذه دمشق فلا تخف أحقادهم ما دام ربك في العلا راعيها فضل الشآم على الوجود عقيدة فضل الشآم على الوجود عقيدة في ديننا لا تقبل التشويها فهي الفضيلة والرباط كما أتى والله عن كل الطغاة يقيها دائما نسأل الله السلامة لسوريا كل سوريا وليس فقط دمشق التي تحب ونحب بطبيعة الحال يا رامز لنتحدث عن الشعر قليلا الحالة الشعورية التي تفرض ذاتها على محمد رامز القاري حينما يريد أن يكتب عن الأرض عن التاريخ عن الإنسان عن الذكريات ما هي الحالة التي تفرض ذاتها عليك فتدخل فيها وتخرج بمثل هذه القصيدة سيدي الكريم الشعر هو حالة وجدانية يعيش الشاعر ألمها نعم فتنبع الكلمات شعرا الشعر بعضهم يقول له أجواءه الخاصة بعضهم يصطنع له جوا خاصا ليعيش في هذا الجو أحسنت ولكن هو سبحان الله مجرد فتوح وإلهام أنت عندما تعيش هذه الحالة إن قدر لك أن تكتب ستكتب وإن لم يكن قد قدر لك لن تستطيع أن تكتب لطالما حاولت أن أكتب بأشياء آذتني لامستني ولكن أغلق علي فهي مجرد فتوح مجرد إلهام يمتزج مع نفسية وشخصية الشاعر وثقافته في تكوين هذا البيت الشعري ألا يمكن أن يكون بسبب جسامة وفداحة الموقف الذي تكون قد تعرضت إليه يا رامز وبالتالي فإن الشعر لم يسعفك في تلك اللحظة ألا يمكن أن يكون الموقف وقسوته هي التي جعلت الشعر أقل من أن يستحضر الأسباب كثيرة حقيقة هذا مما ذكرته حضرتك أحياناً يكون الموقف أكبر من الكلمة أحياناً تكون الكلمات أقل من المعنى لذلك يلجأ الشاعر بين الفينة والأخرى لتنويع مصادره الشعرية هل القصيدة تشبه الدمعة؟ إلى حد ما إلى علاقة حد ما. نعم إلى حد ما هناك الألم المبدع أنت لا تستطيع أن يعني مثلاً عندما نكتب قصيدة حزينة أنت تسر بها وتقول ما شاء الله وكذا ولكن نعم. حقيقة أثرها النفسي على الشاعر أكثر بكثير من نعم. من هذا الانطباع الذي أتى أنا أريد منك أن تأخذني إلى بعد أكثر حزناً حينما تدخل في حالة خاصة وتكتب عن دمشق التي تذكر عن صديق كان عزيزاً وفقدته فجأة هكذا ألا ترى أن الدمع في تلك اللحظة ربما تتصف بالقداسة؟ حقيقة كان لي صديق وأنت تطرقت لهذا الموضوع مشكورا اسمه بلال نعم. كنا معا فخرج كل منا في طريقه وفوجئت بعد يومين أنه قتيل في إحدى مشافي دمشق نعم. هذا الحزن هذا الانطباع الأول فجر عندي كلمات أستحضرها سنأتي عليها ولكن نعم. أود منك قبل قراءة القصيدة ستقرأها نعم. طبعاً وهناك كثير من الوقت حتى تقرأ القصيدة وغيرها بإذن الله تمام. لكن أنا أريد أن نذهب إلى العمق الإنساني النفسي في ذات الشاعر حينما يريد أن يكتب ألا ترى أن الواقع أحياناً يجعل حبر الشاعر مختلطاً بدموعه طبعاً أكيد أنا أوافقك بالرأي هذا الدمع يمتزج مع النفسية ليشكل هذه الكلمات التي تراها منثورة هنا وهناك نعم. يعني هذا عصارة الحزن كل منا يعبر عن ألمه وحزنه بطريقة ما منهم من يغضب فيدخن منهم من يغضب فيعبر بالتكسير بشيء ما
والشاعر والأديب يعبر عن غضبه، عن حزنه، عن ما في نفسه على الورق. نعم. على الورق حتى يعني يضع كل شيء في داخله من انفعالات وعواطف يسكبها في الخارج حتى يرتاح. يعني هذه ميزة الشاعر والأديب حقيقة، يعني يلجأ إلى الشعر بطريقة سلمية إذا جاز التعبير ليعبر عما بداخله من حزن وغضب وألم وفراق وبعاد وما إلى ذلك من المعاني النفسية العميقة. هناك من يقول إن الشعر جهد الضعاف الذين يعجزون عن مجابهة الواقع، هل ترى أنهم على حق أم أنك وإياهم على طرفي نقيض؟ لم يكن الشعر كذلك يوما من الأيام. يعني الشعر بمواضيعه المختلفة كان في الهجاء هجاء، كان في المدح مداحا، كان في الغزل يعني صادقا بحبه. الشعر تناول جميع المواضيع بقوة، وقت عندما يحتاج الموقف إلى قوة تجد القوة في البيت نفسه، عندما يحتاج الموقف إلى لين تجد اللين في البيت نفسه، وهذا حسب مزاجية الشاعر وعنفوان الذي يأتيه أثناء كتابة القصيدة. نعم. ومزاجيتنا الآن ومزاجية السادة المشاهدين تحتم عليك أن تقرأ القصيدة التي بين يديك الآن، تفضل إلى القصيدة الجديدة. عطفا على بدء، كنا بدأنا بدمشق، وهذه قصيدة أخرى في دمشق التي كما أسلفت هي الحب الأول والأخير. تفضل. لا تسلني عن الغرام فإني بعد هجري دمشق صرت جبادا، لا تسلني عن الغرام فإني بعد هجري دمشق صرت جمادا، أحرق البعد مهجتي وتولى تاركا في جمرة ورمادا. أحرق البعد مهجتي، أحرق البعد مهجتي وتولى تاركا في جمرة ورمادا، كلما هبت نسمة من بلادي أعلن القلب في الضلوع الحدادة. الله الله. كلما هبت نسمة من بلادي أعلن القلب في الضلوع الحدادة، وتفشى الحنين بقعة زيت وعلى أنفاسي بدا يتمادى. أي شوق إليك يا شام هذا، أي شوق يا شام، أي شوق إليك يا شام هذا، يعتريني يقطع الأكباد. هي بعد الرحمن رحمة قلب، هي بعد الرحمن رحمة قلب غمر الكون رقة فأجادا. من رأى الشام في عيون محب ذات يوم لم يعرف الإلحاد. من رأى الشام، من رأى الشام في عيون محب ذات يوم، ذات يوم لم يعرف الإلحاد. أتراها ستذكر الشام قلبا في هواها قد جاوز الأبعاد. الله. أتراها ستذكر الشام قلبا في هواها قد جاوز الأبعاد. أتراها ستذكر الشام طفلا كسر الألعاب طيشه وتمادى، وتمشى بين الأزقة حتى تعبت منه نعله فاعتادا. وتمشى بين الأزقة حتى تعبت منه نعله فاعتادا، وتربى بين الزهور كطير، وتربى بين الزهور كطير أطرب الشوق والهوى إنشادا. يا دمشق التي هواها هوائي لست ممن سافروا أعدادا، يا دمشق التي هواها هوائي لست ممن سافروا أعدادا، فرقتنا بعد المحبة حرب دمرتنا جماعة وفرادا. فرقتنا بعد المحبة حرب دمرتنا جماعة وفرادا، وتعمدت ترك روحي وقلبي ومع الجسم ما استطعت الرقادة. الله الله. أنت حبي إذا تخلوا عني قسما ما أردت عنك ابتعادا، قسما ما أردت عنك ابتعادا. هذا الابتعاد القسري الذي فرض عليك يا رامز، وإذا أردنا أن نعود إلى الدالية المنصوبة التي تحمل العاطفة الشجية إلى وطن، والدالية المنصوبة دائما يعني تتسم بالأمل، لم تكن مختنقة القافية أو مضمومة، وإنما أردتها مفتوحة حتى تفتح نوافذ حريتك أمام قلبك الدافئ المحب إلى بلادك.
هذا الأمل هل يمكن أن يموت؟ من اسمه لا يموت، الأمل لا يموت، ولو كان الأمل يموت لاستعاضوا عنه بكلمة أخرى. الأمل موجود برغم كل شيء، برغم الأحزان، برغم البعد، برغم النزوح، برغم كل معاني الأسى التي نعيشها. مشهد موجود لا ينساه رامز، عاش فيه الأمل والألم في نفس اللحظة في سوريا التي يحب، المشهد الذي أجبرك على التغرب، حدثنا عنه. مفاجأة هذا السؤال، أليس كذلك؟ معكم حق مفاجئ، ولكن سؤال جميل وذكي. تفضل. حقيقة مشهد لا أنساه هو المشهد الذي كنا به مع الأصدقاء، الأصدقاء الغاليين على قلبي. كنا 4 أشخاص، خرجنا بعد قليل سأذكر هذه القصيدة، خرجنا فإذا بصديقين اختفوا، وهناك في ذلك الوقت في عام 2011 كان مشهد الخطف منتشر موجود. فاتصل بي والد أحد الأصدقاء يقول لي أين فلان، فقلت له كنا منذ قليل معا وأنا لا أعرف أين، أنا ذهبت إلى البيت وهم ذهبوا معا. ذلك المشهد لا أنساه، ذلك المشهد لأنه كان نقطة تحول في حياتي وحياة الأصدقاء. حاليا يسيطر عليك هذا المشهد أم أنك تحاول قدر المستطاع أن تتناساه كما لو أنه لم يكن؟ بصراحة التناسي صعب، التناسي صعب عندما يأتي إلى البال، يعني أتمنى لو كنت معهم أو هم كانوا معي حتى نكون في مركب واحد. نعم. لأن الذي ينظر من النافذة ليس مثل الذي يعيش الواقع، وكلما مر هذا المشهد في بالي أحمد الله طبعا على السلامة وعلى نفسي، وأحزن على الأصدقاء الذين فرقتنا في ذلك الوقت ذلك الموقف. الرصاصة القتلة هي التي فرقت الأحبة. نعم. هذه الرصاصة هل يمكن للشاعر أن يجابهها بالقلم؟ هل هذا ممكن ومتاح؟ طبعا ليس الجميع مطلوب منه حقيقة أن يواجه الرصاصة بالرصاص، ليس الجميع مطالب بالشعر، ليس الجميع، لكل دوره، كل من موقعه كل يعمل، كل من موقعه، كل على ثغر خدمة الحق، كل على ثغر حقيقة. يعني الشاعر يعبر بشعره، الأديب بأدبه، المجاهد بسلاحه، المفكر بفكره، وهكذا يعني حتى تستقيم الصورة الفسيفسائية إذا جاز التعبير. أنت تغنيت بدمشق وستتغنى بها في قادم القصائد والنصوص. هناك شاعر كبير من العراق تغنى بالعراق، سنتابع قصيدة له أنا وأنت والسادة المشاهدون، ما رأيك؟ على الرحب والسعة، نتابع. أعزائنا المشاهدين، إذن نخرج وإياكم الآن إلى الفقرة الاعتيادية في هذا البرنامج الأسبوعي بيت القصيد. نخرج إلى قصيدة للوطن ومن ثم لنا عودة، لا تذهبوا بعيداً. الشمس شمسي والعراق عراقي، ما غير الدخلاء من أخلاقي، داس الطغاة على جميع سنابلي فتفجر الإبداع من أعماقي. الشمس شمسي والعراق عراقي، ما غير الدخلاء من أخلاقي، داس الغزاة على جميع سنابلي فتفجر الإبداع من أعماقي. أجريت في الصخر العقيم جداولا وحملت نور الله في أحداقي، أنا منذ فجر الأرض ألبس خوذتي ووصية الفقراء فوق نطاقي. قدري قدري بأن كل الحروب تجيئني، مجنونة تسعى لشد وثاقي، وتحالفت كل الشرور لمقتلي فأغضتها بتماسك الخلاق. اسمع اسمع صهيل الحزن بين مفاصلي، أضحى رفيقي كنيتي ميثاقي،
وأنا الجميل السومري البابلي، كانت يدي قيثارة العشاق، وأنا الجميل السومري البابلي، كانت يدي قيثارة العشاق. هرب الطيور حين ضاع أمانها، فكأنني شجر بلا أوراق، لكنما همس الزمان بمسمعي يفنى الأسى وجبين عزك باقي، فالشمس شمسي والعراق عراقي، ما غير الدخلاء من أخلاق. حياكم الله أعزائنا المشاهدين ومتواصلون معكم في رحاب هذا العدد المتميز من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد، رفقة الشاعر ابن سوريا من دمشق الحضارة. معنا هنا محمد رامز القاري. من جديد إليك يا رامز، وفي حب دمشق إلى الشعر، ولكن أرجوك أن ترفع صوتك قليلا، فصوتك قبل قليل كان منخفضا. إلى الشعر مجددا. كل قصيدة تفرض واقعها وروحها. أنا أتحدث عن النبرة، نبرة الصوت، أن ترفع صوتك قليلا لا أكثر. تفضل. هذه مقطوعة صغيرة كتبتها مؤخرا. نعم. عندما سئلت حقيقة عن اسطنبول ودمشق، أيهما تفضل ومتى تفكر بالعودة؟ تفضل. غرامي في صبا اسطنبول حق، غرامي في صبا اسطنبول حق، وروحي في ربوعك يا دمشق، غرامي في صبا اسطنبول حق، وروحي في ربوعك يا دمشق. وما شأن المحب إذا تمادت مشاعره سوى دمع يشق، ولي بين الضلوع فؤاد طفل، ولي بين الضلوع فؤاد طفل، وعاطفة مع الذكرى يرق، بليت بمهجة تغلي حنانا، بليت بمهجة تغلي حنانا، وأعلم أنها جهل وحمق، فما كل الحياة صفاء قلب، ولا كل لصدق مستحق، فما كل الحياة، فما كل الحياة صفاء قلب، ولا كل لصدق يستحق. دمشق أتيت أشكو من زماني، دمشق أتيت أشكو من زماني، كمن يشكو الحبيبة ما يعق. الله الله. فلما استسلمت لسواك نفسي تصيدني جوا بيديه حرق. الله الله. دمشق أتيت أشكو من زماني، كمن يشكو الحبيبة ما يعق. فلما استسلمت لسواك نفسي تصيدني جوا بيديه حرق، علمت بأنك الأوفى وأني لغيرك لين قلبي لا يحق. الله الله عليك يا أجمل. لين قلبي لا القصيدة. يحق. هي مقطوعة صغيرة. نعم. الآن سنتحدث بها عن الجهود الثقافية، المبادرات الثقافية، مركز ثقافي، مكتبة، مهرجان شعر، جمعية أنا بالشعر والشعراء، في الغربة أو في الوطن. هذه المبادرات الثقافية كيف يمكن لها، أو ألا ترى وتتفق مع من يرى بأنها تنعكس بالخير على الوطن، تذكر الناس بأن لهم حق، بأن لهم أرض، بأن لهم تاريخ، هذا المبادر ألا يستحق كل تقدير واحترام على ما بادر به؟ طبعا إذا تكاثفت الجهود في أي أمر ما سيثمر. الشعر إذا كان من جهة واحدة، أو الشاعر إذا كان لوحده في صحراء، مهما كتب فسيبقى يعني يد واحدة لا تصفق حقيقة. الشاعر مع الشاعر مع الشاعر مع الأديب مع كذا، مع أن تصل أصواتهم، مع أن تصل أصواتهم، هذه فكرة محمداً. هذه فكرة، والفكرة الأخرى يصير عنده دافع للكتابة. إذا وجد الشاعر نفسه أو الأديب أو أي مبدع وحده في هذا المجال، لا يجد ترحيبا، لا يجد إقبالا، لا يجد مشجعا، تبدأ هذه الموهبة بالانخفاض والضمور شيئا فشيئا. ودور المثقفين ودور هكذا مبادرات هي توحيد الصف، هي السعي إلى شحذ همم المبدعين. نعم. على جميع مستوياتهم، حتى يكون هناك دائما شيء متجدد. خذنا إلى قصيدة جديدة،
يا رامز، ولعلنا الآن سنذهب إلى حكاية صديقك الشهيد، أليس كذلك؟ هذه مرثية كتبتها. هل معي حق بهذا القول؟ نعم، ما شاء الله عنك. تفضل. في رثاء الأخ والحبيب والصديق بلال النابلسي، نعم، الذي أخبرتكم عنه منذ قليل. أريني كيف تحب بلالا بإلقائك الشجي وصوتك الرخيم، تفضل. تبسمت قالوا ما جرى تتبسم، تبسمت قالوا ما جرى تتبسم، وخلك مقتول وحولك مأتم، وجل الورى ترثي حبيبك بالبكاء، وأنت غريب الطور لا تترحم. أتى الناس أفواجا يعزون صاحبا، هو البدر في وقت التمام وبرعم، هو الحب يكفي للحياة حنانه، هو الطب يشفي كل جرح وبلسم. أجبت وفي الأحشاء نار ولوعة، وثغري بسام ودمعي مكتم. أتبكي جفوني جفوني والسعادة داره، أتبكي جفوني، أتبكي جفوني والسعادة داره، وفي كل أصناف الهنا يتنعم. أبكي من الجنات أضحت مقامه، يروح ويغدو في اللذائذ ينعم، يطل على الرسل الكرام مسلما، ويمسي على حور الجنان يسلم. يطل، يطل على الرسل الكرام مسلما، ويمسي، ويمسي على حور الجنان يسلم. الله الله الله. بلال فإني إن سكبت مدامعي، بلال فإني أعد، بلال فإني إن سكبت مدامعي فليس لموت، فالممات محتم، ولكن عينا لن تراك أمامها، ترى الدمع يشفي والتأوه يرحم. ولكن عينا، ولكن عينا لن تراك أمامها، ترى الدمع يشفي والتأوه يرحم. رضيت بما الرحمن كان مقدرا، وربي بما في القلب أدرى وأعلم. أحن إلى يوم معا ضم شملنا، وأيام كنا بالشقاوة نفعم. فلم أنس تلك الذكريات وما حوت، بآفاقها بالأنس أن أيمم. فلم أنس تلك الذكريات وما حوت، بآفاقها في الأنس أن أيمم. بأي شعور يشرح القلب لاعجي، بأي شعور يشرح القلب لاعجي، يعبر عما في الحشا ويترجم. فلا كلم يحكى ولا الدمع مفصح، ولا قلم يروي مصابي ولا فم. أراك نجوما لا تطال حدودها، الله، أراك نجوما لا تطال حدودها، إذا جن ديجور وبات يلاطم. أمثلك يفنى في البرية ذكره، أمثلك يفنى في البرية، أمثلك يفنى في البرية ذكره، ويمحى من الدنيا شذاه ويعدم. فحاشا وكلا، فالبطولة طيبها له عبق بين الخلائق يرسم. فإن الرجال الأكرمين مخلدون رغم أنوف الحاقدين ويعظم. بلال هي الدنيا وذلك دأبها، تقرب صحبا أو تفرق منهم. وقد أخلفت وعدا بلم شتاتنا، وقد أخلفت وعدا بلم شتاتنا، عسى تجمع الأخرى لقانا وتكرم. هنيئا بلال الخير أفضل مسكن، حصدت الذي بالسر كنت تقدم، حصدت الذي بالسر كنت تقدم. بكيت عليه؟ بكيت حقيقة، بكيت. يعني كانت أول ظاهرة استشهاد لقريب، ومن بعدها طبعا تتوالى وتوالت قصص الشهداء. من بعده أصبح الضحايا تترى يتوافدون زرافات ووحدان. حتى أبد يعني، نعم. أنت متأثر جدا باللغة التركية، كونك أيضا تدرس بالتركية، وهذا من إصرار الإنسان السوري على مواجهة الواقع وإثبات أنه يستحق الحياة، وأنه إذا ما وجد في مسألة أو مكان صعب يثبت أنه رقم صعب، ويتقدم ويتأول المناصب ويتبوأ الدرجات العلى. أيضا أعلم أنك صاحب مبادرة يا رامز، ليتك تخبرنا عنها، وهي مبادرة ثقافية. مبادرة الثقافية هي في العروض والشعر حقيقة، لكي نعيد للشعر رونقه بعد أن ذهب الذوق العربي للشعر الموزون.
أنا من أنصار الشعر الكلاسيكي القديم، من أنصار الشعر العمودي الذين يحبون الشعر الموزون، الموسيقى العروضية. عملت مجموعة كيف أعبر عنها، عملت مجموعة لدراسة وتدارس هذا الفن مع الجميع، وأعلنت عن هذه المجموعة على صفحتي على الفيسبوك وعلى الإنستغرام، حتى نعيد للشعر رواجه وأرقه. أنت فتحت على نفسك باباً يصعب إغلاقه، ربما تنجح بإغلاق هذا الباب، ولكن ليس الآن بعد فاصل قصير. مشاهدينا نخرج الآن إلى فاصل، ومن ثم نواصل مع ضيفنا من سوريا محمد رامز القاري. لا يزال في جعبتنا الكثير من القصائد، ابقوا معنا. هذول الطلاب شو قاعد يعبرون شلون؟ هذا حال الطالب العراقي. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وصلنا إلى الجزء الختامي في حلقة هذا المساء الذي يطيب بكم وبضيفنا هنا في الأستوديو، أستوديو بيت القصيد، الشاعر محمد رامز القاري من سوريا. محمد، تحدثت أنك تميل إلى الشعر الكلاسيكي، ثم سهلتها قليلا وقلت أنا أميل إلى الشعر العمودي، وأنا قلت لك قبل الفاصل أنت ربما تكون قد فتحت على نفسك بابا صعبا وربما ليس من السهل إغلاقه. الآن سنرى إذا ما كنت ستنجح بإغلاق هذا الباب أو لا. محمد، حينما نتحدث عن الشعر العمودي، ألا يمكن للشعر العمود أن يستوعب الحداثة واللغة الحديثة؟ ما العيب في ذلك؟ عندما نقول شعر عمودي لا يتعارض هذا مع اللغة المعاصرة. نعم، الشعر العمودي أن تأتي بشرف المعنى، أن تأتي ب الماء ماء والهواء هواء والأرض أرض والسماء سماء، هل هكذا هو الشعر؟ هذا كان في العصر المملوكي حقيقة، يعني لتدريس الأطفال، والعيد من بعد والعيد عيد والصيام صيام والشهر شهر كله أيام. لا، ليس هذا المقصود به. الشعر العمودي هو الشعر بقواعده المعروفة، الشعر الموزون المقفى، ولكن ليس أي شعر يسمى شعرا هناك. المعنى طبعا هو الأساس. نعم، المعنى هو الأساس، والشاعر عندما يجيد صناعة المعنى لن تقف أمامه القوافي ولن تقف أمامه الكلمات. إجابة ذكية. البعض عندما يضعف عن صياغة هذه القصيدة على عمود شعرها، على الموسيقى التي سمي الشعر بها شعرا أصلا. نعم، يقول الشعر العمودي صعب، يجب أن نذهب إلى الحداثة. لماذا أنت لا ترتقي؟ أنا هنا لا أتحدث عن فكرة النثر بغض النظر عن مسماه نص أو قصيدة. نعم، أنا أتحدث عن فكرة أن هناك جمهور للأسف من أنصار، دعني أقول كلاسيكي الشعر، يرون أن التحديث في العمود ضرب من الرمزية، الخيال، الشطح، الجنون، ويرفضونه بل وربما يسعون لاستئصاله. كيف ترى أولئك النفر من محبي الشعر؟ هذه جدلية لا تنتهي حقيقة، يعني دائما هناك من يحب هذا النوع من الشعر ومن يحب هذا النوع من الشعر. لماذا فكرنا فكر استئصالي يا رامز؟ لماذا لا نتقبل الجميع، نتفاهم الجميع، نسعى ونستكنه الجمال أينما كان، نتتبع مواطن الجمال في النص الشعري؟ إذا
تحدثنا عن هذه النقطة فنحن نفتح أيضا أمامنا بابا طويلا عريضا. لا عليك، افتح الباب الذي تحب يا رجل، تفضل. لو قلنا في المعنى وجمالية النص فهذا بحر، نعم، لا حدود له. ولكن عندما نقول الشعر العمودي فهناك يعني من أبو الشعراء، وإذا جاز التعبير يعني رب الشعر العمودي امرئ القيس، حتى الآن شعره يعتبر مدرسة كبيرة، وحتى الآن وسيستمر يعني حقيقة. يعني أنا من أنصار هذا الشعر العمودي، استمر وسيستمر. الأمة الآن في فترة انحطاط ستتعداها كما كان في فترة انحطاط. هل الأمة أيضا تعيش فترة انحطاط على المستوى الشعري؟ وكن دقيقا في إجابتك، تفضل بصراحة. بمعايير الشعر العمودي نعم هناك انحطاط، يعني في ألا يمكن للمعايير يا رامز أن تكون مرنة لينة بحيث أن تتسق وتتفق مع متطلبات العصر الذي نعيش فيه؟ يعني معايير كانت مفروضة في الزمن العباسي، في الزمن الأموي، في الزمن الأندلسي إلى آخر، في العصر الجاهلي، نعم، ربما هذه المعايير لا تصح في زماننا. أنا لا أقول أن نأتي بالأطلال وأن نأتي بالكلمات الغريبة، الكلمات الغير مفهومة، نعم. نقول نأتي بلغة الناس، اللغة القريبة إليهم، نصيغها بأسلوب شعري بسيط محبب قريبا إلى القلوب. إذا أردنا أن نتناول لغة الناس اليومية التي يتكلم بها الناس، أين الشعر إذن؟ الشاعر هو مرآة مجتمعه. عندما يكون المجتمع على سوية عالية، لا أختلف معك بفكرة أنه مرآة مجتمعه، تمام. واسمح لي هنا أن أقاطعك لأن النقاش احتد قليلا، تمام. دعنا نتحدث عن فكرة، هل الشعر أن يقرأ الرجل أو القارئ القصيدة فيفهمها من المرة الأولى، هل هذا هو الشعر؟ هل الشعر أن أقول الورد يذبل، السماء صافية، القمر يغيب في منتصف الشهر، هل هذا هو الشعر؟ أنا سأجاوب على سؤالك بسؤال، هل الشعر أن أركب صورا رمزية، صورة فوق فوق صورة فوق صورة حتى يصير المعنى بعيدا؟ ركب الصور التي تؤدي إلى معنى واضح بلا إسفاف ولا مبالغة، ركب الصور التي تكون جمالية، ركب الصور التي تؤدي إلى معنى بكر تألفه الذائقة وتطرب له الأحاسيس ويحبه ويستسيغه الوجدان. لكن ما أين الشعر حينما أقول الورد يذبل؟ كم مرة بالله عليك سمعت نصا شعريا فيه هذه العبارة، الورد يعاني الذبول، الورد يذبل، ذبلان الورد؟ ألم تمل من هذه الجملة يا من رجل؟ من المعاني المكرورة التي سئمنا منها حقيقة. لماذا يعني لا نقول مثلا القمر يذبل؟ أين المشكل؟ هناك من يقول هذا، ما في مشكلة، لكن لماذا نجد هناك من يرفضها؟ هو شأنه، يعني هي جدلية لا تنتهي، جدلية لا تنتهي، جدلية لا تمام لا تنتهي. لا أحسنت، هي جدلية، هي جدلية، ولكن لماذا لا نتقبل فكرة التجديد وفق منهاج الأصالة ونسعى إلى هدم كل من يحاول التجديد؟ لماذا تجد أن نفر من هؤلاء القوم للأسف هناك من يصدق على الساحة؟ ربما كنت تميل لأصحاب هذا الرأي وأنا لا أعلم، ولك مطلق الحرية طبعا في أن تتبنى الرأي الذي تحب يا محمد، تفضل. قلت لك محمد مرة ثانية وأنت رامز، تفضل. محمد رامز، ما في مشكلة. نعم سيدي الكريم، هذا الموضوع ذو شجون حقيقة. يعني الموضوع دائما هناك يوجد شخص يتمسك برأي على رأي، يعجب بشيء دون شيء، لا نستطيع، نعم. الأذواق متفاوتة أصلا. وعندما نقول الشعر العربي أول ما يتبادر إلى الذهن الشطران، الشعر المقفى، الشعر المقفى، هذا بداهة. لا أختلف يعني معك، لا يتبادر إلى ذهن أي شيء، أي شخص، الشعر نص نثري مثلا، نص نثري، الخاطرة، أو كذا، أو نص تفعيلة. لماذا نحن يعني نحاول أن نقفز على هذه الفطرة؟ أقول شعر عربي أول ما يتبادل هذه، نعم، كثيرون ربما يؤيدونك يا محمد، يعني هي أساليب، الساحة متاحة للجميع، نعم. من أراد أن يأخذ هذا فهو حر، الشعر الذي يستحق أن يخلد سيخلد، سيخلد، نعم. يعني محمد رامز، إلى الشعر الذي ربما يخلد ونتمناه كذلك، بارك الله فيك، إلى الشعر مجددا.
قصيدة بعنوان أنا والشعر. كتبتها أنت والشعر يا محمد رامز، أسمعنا إذن تفضل. كتبتها في عام 2012 بعد انقطاع لمدة سنة كاملة عن الشعر بسبب ظروف معينة. دعنا نحكم إذا ما كانت القصيدة فعلا فيها عودة قوية أو أنها عبارة عن يعني مرحلة إحماء من أجل الذهاب بقوة إلى القصائد الخالدة. تفضل رامز. أبدأ بها فأقول: على ما هجرت الشعر هجر المقاطع ولم تطرب الدنيا بأي مقاطع. على ما هجرت الشعر هجر المقاطع ولم تطرب الدنيا بأي مقاطع. تروح وتغدو والقوافي بحرقة تحن لتغفو في بديع المطالع. وقد كنت إذ أنشدت ترسم بسمة وتمحو من العينين دمعة دامع، تزلزل أقواما يرون قصيدهم مع القبح وحيا من عظيم البدائع. الله. تصديت في وجه البشاعة متقنا من الشعر ما تبغيه دون منازع، فقلت: وقد هد الزمان مشاعري وألقت بي الدنيا لناب وقاطعي برشفة فقلت وقد هد الزمان مشاعري وألقت بي الدنيا لناب وقاطعي برشفة مهزوم ولوعة مبتلى وهمس يشيع الحزن في المسامع. لقد رحلت مني مظاهر رقتي ولم ألق عندي ما يثير دوافعي. وهمس يشيع الحزن بين المسامع. لقد رحلت مني مظاهر رقتي ولم ألق عندي ما يثير دوافعي. وفلت جميع المفردات من الحشا وحتى من الأقلام ملت أصابعي. الله الله الله. وحتى من الأقلام ملت أصابعي. ألا ترى يا خلي وقائعنا التي يسطرها التاريخ من مر واقعي. ألم ترى يا خلي ألا ترى يا خلي وقائعنا التي يسطرها التاريخ من مر واقعي. وتنظر يا خلي حوادث موطني وما فيه من عمق الأسى والفظائع. ألا ترى أن الخلق أصبح سلعة لشار يزيد الربح فيه وبائع. ومن يعتلي ظهر الضعيف لغاية ومن يدعي طهر الثقات الخواشع. ألا تبصر الحب العفيف نوادرا وبين الورى تسري شرور الطبائع. فأضحى سلام الأقربين مصالحا وسيلة أمر فيه فيض منافع. وتحكم ما بين الخلائق حاجة تشاهد في عين الخسيس المخادع. الله عليك. ففيما أغني إن أردت قصيدة وفي أي شأن تستجيب روائعي. فيا صاحبي لا تركب اللوم عاتبا ففي القلب لو تدري تموج مواجعي. فيا صاحبي لا تركب اللوم عاتبا ففي القلب لو تدري تموج مواجعي. وفي النفس آهات تئن من البكاء أخبئها في الجوف بعد تصارعي. الله الله الله. فإن أمطرت عيني لقهر فأدمعي كساجد شكر للإله وراكعي. فإن أمطرت عيني لقهر فأدمعي كساجد شكر للإله وراكعي. تمرغت في وحل الحياة فزعزعت من الهم نفس لا تلين لفاجعي. ما شاء الله. تمرغت في وحل الحياة فزعزعت من الهم نفس لا تلين لفاجعي. وزجت بي الأقدار بين نوائب تفتت عظمي دون أي تراجع. تعمدت أن أبدو مع الكرب صاحبا لعلي إذا صاحبته بمطاوعي. ففوجئت فيه إذ يبدل جلده وليس لقلبي من شفيق وشافعي. فكيف إلى شعر أميل مجددا وقد جف إحساسي وضاقت منابعي. وقد جف إحساسي وضاقت منابعي. وكيف إلى التغريد أبدأ رحلتي وحولي قوم من جهول وقامعي. أنا اليوم إذ أخلو بنفسي مرهفا أناجي القوافي من سجون الموانع لتغفر ذنبي من جمود مشاعري. فليس كياني دون شعر بقانعي. هو الشعر يا دنيا أذوب بحضنه إذا مسني ظهري بضر وجازعي. فما وجدت روحي أرق على المدى من الشعر في آفاق كون الشواسع. انتهت القصيدة؟
انتهت القصيدة، لكن حبنا إلى شعرك لن ينتهي يوما. وأنا تأثرت حقيقة. يا محمد رامز، أريد منك الآن بصراحة رسالة ختامية إلى دمشق التي تحب وسوريا التي إليها تنتمي في ختام هذا البرنامج، رسالتك إلى سوريا. نسأل الله أن يفرج عن سوريا وعن جميع البلاد المضطهدة التي تعيش حالة من الحرمان والظلم والضياع والتشتت. نسأل الله أن يعم الخير والسلام على الجميع. نسأل الله أن يفرج عن بلادنا وجميع البلاد التي أصابها الكرب حقيقة، لأنه ليس لها من دون الله كاشفة. أمنيتنا يا محمد رامز القاري من سوريا، أمنيتنا تنبجس من مشكاة واحدة، أتمنى على الله أن يعجل بتحقيق هذه الأمنية لك ولنا. محمد رامز القاري من سوريا، سعدت جدا بهذه الاستضافة وهذه الساعة المليئة بالمشاكسات الأدبية رفقتك. بارك الله فيك، وأنا سعيد جدا بوجودكم. أشكركم وأشكر العاملين على قناتكم، وأتوجه بالشكر من هنا من هذا المكان إلى جميع متابعيكم، وأسأل الله لقاءات أخرى معنا. أكيد نتمنى أن تكون الحياة كريمة بالقدر الذي يتيح لنا تكرار مثل هذه اللقاءات العذبة والممتعة. شكرا محمد رامز. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا المساء الجميل بإطلالاتكم وبضيف هذا العدد من بيت القصيدة. الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر جديد فيه من الشعر ما فيه والعذوبة ما ينبغي، ويفرض عليكم أن تتابعوها وتنتظروها. وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى اللقاء.